الحضور ديالي كان مع السبعة ديال الصباح، عشان المشكل ديال الانسان كان فر في السطوح، انا تنقز من السطح للسطح عنده شي مشكل. في الاخير تعرف واحد الانسان ملتحي قام محصور في واحد لاطيراس، من ديك الساعة تعاملوا مع رجال الامن يعني بطرق ودية باش يهبط باش يهبط. بقى على داك الحال ما لقاوش معاه حل، بقات العملية هكاك حتى الساعة ديال المور 9:30 ديال الليل، هو يدير واحد الحريق نيت في داك لاطيراس اللي كان بلوكي فيه، من تما تدخلوا رجال المطافي وبلوكاو نيت بالماء، وهذه هي الطريقة باش هبطوا بها. بالنسبة لهذا الشخص راه تيسكن جارنا ماشي غريب على الحي ديالنا، وما عمرنا شفنا لا من العائلة ديالو لا منه هو نيت حتى شي حاجة عدوانية. البارح حالة خاصة ما كنعرفوش حنا بالصراحة السبب شناهو، وما شفناش شي حاجة يعني صدرات منه ما سبب لتا واحد من المواطنين أو من السكان ديال الجيران ديالو، ما سبب لتا واحد شي ضرر يعني مادي. كانت بعض الأضرار اللي غير معنوية، أضرار مادية، أما شي ضرر معنوي في شي شخص ما كانش. والأضرار اللي كانت في شي مسائل ديال الأثاث ديال الناس اللي تحرق، ودي طيراس اللي كان داز عليهم اللي تسببوا في شي أضرار. في جميع الأحوال كتسمى بسيطة. هاد الشيء طرا البارح هنايا على هاد السيد اللي كان تهمو، قال لك على الله يرحمو سميتو. حنا جيت مع ستة الصباح وجاو عندي كونسيرج اللي في ديك البلاصة كان فيه الحريق في دار داك السيد اللي كان طالع للسطوحة، وجا قال لك سوني وسيدي على داك الناس اللي كامل في الكاتريم ايطاج، سوني عليهم كامل تقريبا ثلاثة د العمارات. تخلى خرجوا عند شي ناس تخلعوا وقالوا الشفار، قلنا لهم ما تخلعوش راه السيد غير حرق دارهم وراه ما خرج ماشي في الوقت الطبيعي ديالو وفي راسو. نقص سيدي واحد لاطيراس تخبى فيه وجات الشرطه، راه كانوا نيت معاه داك الساعه كانوا هما اللي كطرقوا السطوح وسميتو. طلعنا ورينا لهم فين كان في السطح ونزلنا، وجاو الشرطه راه مقابلينو تماك تقريبا من سبعة وقسمين حتى شي 11 لارو ديال الليل، وكانوا سميتو حتى دار واحد الحريق فين كان جالس في ديك لاطيراس، وحاول يدار الانتحار من السور ديال العماره من الكاتريم ايطاج، ودار الحريق في ديك البلاصه. داك الساعه دخلوا البونبيه ودخلوا رجال من السطوح، ما كانوا في السطوح ديال العمارات ونزلوا. داك الساعه لقاو عليه القبض وهبطوا، والسيد راه كان ماشي في الطبيعه ديالو، في سميتو كان داز شي 10 سنوات في الدوري في انجليز، دوز فيه شي 10 سنوات في الحبس تماك. وملي صيفطوا له داك الليله ملي كان دخل داك الشقه ديال دارهم، حرق بارتوما ديالهم، ضرب شي خوه في وجهو، طلع مع الدروج العماره ملي كان دخلوا رجال منو البونبيه، حرق واحد البيت ديال الكونسيرج تما كان فيه غير شي حد الميناج، وطلع الكاتريم ايطاج هز جوج كيكن في الدين ديالو. من داك الساعه داز عندنا حنا لجهتنا حنايا، وعلمونا الشرطه ومقابلينو حتى ورينا لهم في ديك البلاصه اللي قالوا لك. حي التليفون، حي التليفون، حي التليفون، حي التليفون، حي التليفون.